السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنتي دلال. بالريق الحاجة يا دلال، ربنا يبل ريقك من زمزم. بسم الله ما شاء الله. يا سلام على الوش اللي شايل جمال رباني ده، اما يتلف الطرحه من صنع ايديا وتكفيه شر العيون الرضيه. ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا. قولي امين. امين. وازن قولوا امين. امين امين. تصدق يا حاج كانك عايش معاها. او امال ايه الموضوع ده كنا بنتكلم فيه امبارح؟ عرفت ليه ده ايه؟ أمنية حياتها نفسها ومنعنا تغطي شعرها بطرح زي ما انت شايف كده. سبحان الله. معلش سترة حلوة برضه. ما هي ده مستر محروس. ايوه تعالى يا اخويا عاوزاك. حاضر. بعد اذنكم ثانية واحدة براحتكم، كأن البيت بيتكم، عايزين تقعدوا هنا تقعدوا جوه. انا استأذنك بس كلمتين انا والحاج وتحصلك على هنا على طول. يا راجل عيب يا راجل. لا اله الا الله. عيب بيتكم. بيتكم تستأذن في بيتكم. محروس ماله؟ ايوه يا مدلال. الراجل الغريب ده. سيبك من الراجل دلوقتي. بقول لك سيبك منه وقول لي. انا يعني ملاحظ يا سيبوغز انك دايس على الاخر. ما قلتليش. ايه رايك؟ يا حاج. ايه في الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة الا لما يتحرم منها. يعني ايه؟ انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن. ايه اللي مش حاطط ده انا وموديني لاخر الدنيا واجيب من لبنان، مع ان مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله. البني ادم اعمى ولو كان بصير. يا اخ فواز نفسي افهم اخره الرصه اللي انت قلتها لي ايه. خير بعون الله. وكله عشانك. عشان مين يا واد انت؟ انا مش فاهم. عشانك انت. عشانك البنت زي الفل. ايوه زي الفل. مش قلت لك زي بنت نقاوة؟ نقاوة المعلم. نقاوة المعلم طبعا. وتليق انها تدخل عيلة الصياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انما احنا برضو ربنا ادانا عقل. عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحة. ما احنا هنقراها. احنا هنقرا الفاتحة ان شاء الله، انما مع تعديل بسيط في النية. نية ايه؟ ليه؟ 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 علشان ما يبقاش عندنا اتنين أبو سميحة. بصراحة العبارة احنا جايين نطلب ايد الأنسة دلال لابننا فواز. زغلط يا ابو دلال عشان ربنا ما يكتمش علينا ابو سميحة والامين. زغلط انت يا ابو دلال. الف مبروك الف مبروك يا حاج. على ايه؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت ايه يا ابني؟ ايه ما بتهمتش؟ ما كان لازم الحقه بدل ما يقع زي ابو سميحه. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلي عليه يا حياتي. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه افضل الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك. تفتكري بقى انا هستخسر نفسي في ابويا؟ هو
هو الواحد فينا بيخلف ليه؟ عشان لما يكبر يلاقي ولد وسند وعكاز يتسند عليه ويشيل عنه كمان. طبعا، وانت مين يغلبك في الكلام يا ابني؟ يا ابني انت لسه يا دوب مطلق، لحقت تفكر في جوازه جديده؟ نهار اسود. وعملت ايه مع ابوك؟ هو اللي طلبها لي والله يا حبيبي. انت بتضحكي على ايه؟ لا يا اخويا ولا حاجه. حياه انا مش عايزك تجيبي سيره لحد عن الموضوع ده دلوقتي، وفي السريع كده عايزين نشوف عروسه لابوكي علشان ما يبقاش نفسيته برضو فيها حاجه، وعايزك تنقي له واحده لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، الحلو منه البين البنين، فاهمه؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت قادر؟ قادر ليه؟ ما يقدر على القدره اللي ربنا. يا حياه انت هتشيلينا ذنوب؟ لا حول ولا قوه الا بالله، احنا يا ستي غلابه وماشيين جنب الحيط. اقوم اروح انا بقى علشان مراتاتي وحشوني. يصح برضو، بحبهم قوي يا حياه. طبعا. الهي يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. يا رب امين. المهم انت بقى يا حياه، ايوه انصحي لنفسك كده، جوزك يا بت ابتسميله، يا بت ابتسميله. خلاص بقى يا فواز. ايه اللي خلاص؟ بقول لك ابتسميله، ابتسمي لجوزك. ايوه كده زي ما بتضحكي كده ضحكتك العلوه دي. حاضر يا اخويا. اضحكي له هتلاقيه بيديكي كل اللي انت نفسك فيه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ايوه كده، رص على شيشه. تقدر تقول لي بقى فادتنا بايه الشغلانه دي؟ ما هي شغلانه زيها زي اي شغلانه، ومرتبها مرتب اقل موظف، نتعه قلب من الصبح لحد بالليل، هو عمال يكنز على قلبه واحنا مأمنين له على اخره. مين قال لك بقى ان انا امنت له؟ ولا هو مأمن لنا من اساسه؟ يلا عايزك تصبر كده، ما تبقاش خفيف، التقيل جاي ورا شعبان. لا، واحده واحده بقى عليا عشان افهم عم مكسوب. احنا شويه نروح للراجل الشامي ونبيع له فواز، وشويه نروح لفواز ونبيع له الراجل الشامي، وفي الحالتين انت جررني وراك زي الجاموسه. انت بقى لحد امتى هتفضل عامل لي فيها الشاب اللغز؟ يا بكره اللعبه يبقى على المكشوف، الماتش هيسخن وهيحلو، بس انت ما تستعجلش على رزقك، ما تفولش بوزك الفقري ده. لما نفسي ادخل جوه دماغك دي وافهم بتفكر في ايه. اذا كان انت بره دماغي وعامل صداع على شعبان، امال لو دخلت هتعمل ايه؟ ايه يا شعبان، عايزك تبقى راجل، وانا هرسيك على الدور كله من اوله لاخره، بس لما يقول الاوان تشرب سحلب. يا ريت. واحد حلو قوي يا عق. يا ترى اللي عمله ابنك ده صح ولا جه عليا علشانه؟ يا ترى يا عاد عينك زاغت على البت ولا انت خايف عليا من سنها؟ هو انا حبيتها بصحيح ولا دي مقاوحة مع الدنيا عشان الاقيلي فيها ركنة اتكن فيه واضحك على روحي واقول لسه في العمر بقية؟ ويا ترى هي كانت حاسة بيا ولا عينيها ما شافتش مني الا ايد اب حنين طبطب عليها ساعة وجعه؟ وعلى هالك يا فواز، هتفضل محيرني فيك ومدوخني معاك لحد امتى؟ بس تعرف يا واد، انت عندك حق، انا كمان خفت. ما احنا مهما ضحكنا على نفسنا الدنيا ما بترجعش لورا، والعمر زي العورة لازمها سترة، ربنا يكفينا شر الفضايح. يا ابن الكلب يا فواز، الواد بلفني ازاي كده؟ بس ايه، واد معلم، لبسني الأمة وانا مبسوط. ماشي، مردود لك يا ابن الصياد. السلام عليكم ورحمه الله. ده ايه النور ده؟ ربنا راضي عني ولا ايه؟ معقول الحاج يوصل بيه يجي لحد عندي وما يلاقيش حد يستقبله تحت؟ انت اكيد ربنا راضي عنك عشان انت طيبه وقلبك ابيض وبنت حلال. يا رب يا رب انول رضا زيك كده يا رب. خص عليك يا حاج، مش بيقولوا الطيبون الطيبات؟ ونعم بالله ونعم بالله. انهار
يا اختي يا عنونا نار. فاكرة يا نهار كنت طالبة ايه مني من مدة؟ لا افتكري يا نهار، معقولة نسيتي؟ افتكري. والنبي يا اخويا ما فاكرة. انا بقى لا يمكن انسى حاجة انت طلبتيها او نفسك راحت لها، مستحيل الا انت. فاكرة زيت الشعر اللي قلتلي مش لاقيها في مصر كلها وقلتلك اديني اسمه عشان ابعت ناس تجيبه من بلاد بره؟ زيت الشعر اهو. الله يا حاج، وانا قلت انت نسيت. انا انسى حاجة انت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وانا اللي بقول انت اللي فهماني فيهم كلهم. والنبي ما تزعل مني يا حاج. لا زعلان. معقولة تزعل مني؟ والنبي لا يا حاج، انا هصالحك. يا ريتها كانت ليلتك يا نهار، ليلة سميحة. لبسيني هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا معاك.